الكاميرا الإخبارية رصدت ردود فعل الجماهير السعودية والعمانية بعد انتصار الصقور الخضر، نتابع. 100% متوقع الفوز. فريقنا فريق متمرس في آسيا، فريق عنده خبرة كافية وقادر انه يوصل الى ابعد ما فوز على عمان، وان شاء الله من احسن الى احسن. والله الامكانيات واللياقة شكلها تعبانة، وقدر الله ما شاء فعل. الحمد لله، نقول الحمد لله. كنتوا متوقعين الخسارة هذه بعد بداية المباراة الحماسية؟ لا والله ما متوقعين الخسارة، متوقعين الفوز. حتى كنت متوقع ان 2-1 شكلها انقلبت علينا، بس كلعب راضين. اسالك، كنت متوقع؟ متوقع ان شاء الله، ومنتخب عمان اخواننا وقدموا كورة كويسة فيها المستوى الخليجي الراقي. السعودية برضه عندها مشروع كورة كويس والحمد لله. سجلنا الهدف وخلاص، مدرب متحفظ، واجد متحفظ، يعني ما اعرف ليش. ما انتم بديتوا بداية جيدة، كنتم متوقعين هذه النهاية؟ والله كنا نتمناها اقل تقدير التعادل، بس للاسف هذه حال كرة القدم. نعم متوقع الفوز، بس توقعنا 3 جت 2 للاسف. الحمد لله ربي لك الحمد. المبروك للشعب السعودي، المبروكين. توقعناها اكثر من 3 لكن الحمد لله ربي لك الحمد والشكر. الحمد لله ربي لك الحمد. يستاهلون، اقسم بالله يستاهلون جمهور الشعب والشعب السعودي. الجمهور هذا يعني حرام يطلع خسران، حرام يطلع بتعادل. ضيعناها بالتغييرات لا اكثر. فريق جديد، لاعبين جديدين، حتى الاثنين اللي دخلوا اول مره يمثل المنتخب، يعني في كاس اسيا مش كاس الخليج، بطوله كبيره مثل كاس اسيا محتاج لاعبين خبره شويه. كان عندنا زاهر سريع كان ممكن يعمل فارق، بس تغييرات مدرب تكتيك رجع كثير ورا. جهزوا كاس الذهب، هذا الاخضر لا تستأمن، انتبه لين يصفر الحكم الى اخر دقيقه، انتبه ولا تفتح للملعب. هذا الاخضر يا وحش. فزنا على من؟ على الارجنتين. فبارك بالأندية الثانية.